تطرقت معي شخصيا. انا بس برهن انه المافيا السلطويه اللي تفضلوا فيها وحكوا عنها كانت قديمه بالحرب وبعدها هي جاتها. بسنه 88 باربع ايار 88 يعني من 18 سنه 28 سنه كنت انا برتبه ملازم اول بفوج مغاوير. كانت المنطقه مقسمه، المنطقه اللبنانيه يعني كل جغرافيا لبنانيه احزاب مسيطره تفرض قوات واداره مدنيه واداره ذاتيه كل واحد على ذوقه. عندي عسكري من زحلي اسمه عصام سلمان، بعدني بتذكر اسمه. صهركم يا ليا. عصام جاي من زحلي مبسوط وحاطط البيريه تبع فوج المغاوير مبسوط فيها. بيوقفوه على حاجز عين الدلب بتفيا، حاجز مالي للقوات اللبنانيه. يمكن كان عندنا حساسيه تجاه البيريه تبع المغاوير، عيطوا عليه بهدلوه زتوا له بطاقه بالارض، المهم اجى عم تشكالي. خدته لعند قائد الفوج وقتها كان المقدم جهاد شاهين الله يوجه له الخير. شاف حس انه في اهانه بالموضوع، قال لي طلع ضب الحاجز كله وجيبه. طلعت انا ضبيت الحاجز كله وجبته تنسلمه لمديريه المخابرات. بس وقفنا ووقفنا عناصر الميليشيا بتمرق شاحنه. شاحنه بتوقف بده يدفع مصاري للماليه. قلت له خلص في منهم ما بقى في ماليه. قال لي لا بدي ادفع. عمي واحد بتقول له ما بدنا ندفعك، انت بدك تدفع؟ قلت له عم اقول لك برضه هالكلمين، ابرفل من هون ما في دفع. قال لي لا بدي ادفع. انا اردت الدروز بدي ادفع لجامعتنا. شو القصه؟ بس تنفهم شو القصه. القصه انه بنعرف كيف كانت الجغرافيا العسكريه والميدانيه بوقتها. كانت المنطقه المسميات الشرقيه تحت سيطره القوات اللبنانيه، المنطقه فوق اللي اكثريتها درزيه، عم سمي انا اسماء ما بحب احكيها بس كان الواقع للاسف. كانت تحت الاداره المدنيه للحزب الاشتراكي، وبيروت ومداخلها كانت تحت سيطره حركه امل. ما بده يدفع للدروس، طلع صاحب الشاحنه مسيحي من زحله، قدر هرب من حاجز الحزب الاشتراكي ما دفع، جاي يدفع للقوات اللبنانيه. قلت له طيب انت ما قربت؟ قال لي لا ما بدي بدي اروح على بيروت، بدي ادفع لامل، ما بدي ادفع لا للمتاولي ولا للدروس، بدي ادفع للمسيحيه. يعني اذا معه وصل انه هو دافع للحزب الاشتراكي القوات اللبنانيه ما بيوقفوه ولا حركه امل. اذا معه وصل انه دافع للقوات اللبنانيه حركه امل ما بتوقفه. اذا ما معه من اثنين يعني بتعبير هو قرط اثنين بده يوقف عند امل غصب عنه بده يدفع. يعني تقاسم السلطه والميل بوقتها كان انا شاهد شخصي وفي اسماء موجودين وبعضهم طيبين بخليني يشهدوا لكم ويشهدوا على التلفزيون قدام كل الناس بس تعرفوا هالمافيا المتحكمه بالسلطه هي ذات المتحكم كانت من زمانها.